شهور يا جماعة، 6 شهور. هو في ايه؟ ما الراجل قال 6 شهور، والست شهور دول هيعدوا زي الهوا. ولو 8 شهور فيها ايه؟ خليهم يا سيدي 10 سنين. يعني هو في اسرع من الايام؟ اصبروا يا جماعة اصبروا. طب انا هقول لكم على سر خطير جدا هيغير مجرى الامور 190 درجة وهيقلب الحكاية رأسا على عقب، وده سر بعترف بيه انقاذا لمصر في هذه اللحظة الراهنة. السر ده هو انا هقوله، توكل على الله. انا زملكاوي